معز ماهوش باش يستوعب ولاده خليج عربي جديد. توا حتى احنا عندنا موقف رانا من الخليج ما كل عام، عندنا صوره نماطيه وغلطنا فيها الصوره النمطيه، علاش؟ خاطر العالم يتحول واحنا زاده التوانسه نفيقوا شويه على رواحنا. راهو الخليج اللي كنا نضحكوا كذا ونمشيو باش ندبروا شويه فليسات تبدل، راهو انشا فيه الجيل الجديد حتى على مستوى القيادات السياسيه. اليوم كي تسمع محمد بن سلمان في السعوديه واللهجه اللي يحكي فيها مع الامريكان ويقول لهم راهو العالم تغير ومستعدين نغيروا تحالفاتنا ونمشيوا على محاور اخرى، واليوم علاقاتنا تتم على المصلحه. كي تسمع امير قطر وهو يخاطب في الدول هذه، راهو نشا خليج جديد يبحث عن الاستقلاليه. بالنسبه لك هذاك علي تاع سياسه ما عندها حتى علاقه. يسمع الضحكه مان، ولو خايفين على البيئه تو اوروبا اللي هلكت البيئه بالصناعه الملوثه، العالم الكل شكون يلوث فيه؟ الصناعه التونسيه بتاع القويه بتاعنا، الصناعه النوويه التونسيه. شكون اوروبا تلوث بصناعاتها؟ الاحتباس الحراري الله معافينا، تو الشتاء ما صبتش تو في تونس، مش كويس يفهموها الحكايه الكل. من هم خاطر هما يعملوا في التصنيع هذايا اللي عمل الثقب لوزون واللي قاعد يلوث في القشره حول الكره الارضيه. هي هذوما تو لايمين عليها الكليماتيزاسيون بتاع استاد تنجم تقلق على شكون يضحكوا هذوما. انت على شكون الفرنسيس اللي تو تعرف يا معز؟ قلت البارح نحب الحضر انا ما يصيرش، خلينا نعمل بيب للحلقه حتى مشكله. هي نحكي مع جميل ابو حيرد رمز بتاع الثوره الجزائريه، حبوا نقنعوا فيها باش تاخذ وتتكلم غدوه معانا بمناسبه الثوره الجزائريه. قالت لي مشكلتي فرنسيس، مشكلتي مع الفرنسيس حتى هالاعلام والمجتمع المدني ما يحبش يعتذر. قالت انا ظوافري لتوا ما نجمش الواحد ظوافري ظوافري ما نجمش نحرك صوابعي من التعذيب لتوا ما يحبوش يعتذروا حتى بمقاله صغيره للشعب الجزائري اللي في مظاهره في ماي 45 هذوما بتاع حقوق الانسان. باش تحكي نفس الحكايه غدوه، باش تحكي على الموضوع هذا، باش يا معز خاطر ما كلمناش نفس الحكايه، باش يحكيوا على عدد خدامه ماتوا اللي هو ما نجموش الا من تعاطفوا. اما في اعمال عملاقه كي من هكا القطريين يقولوا 35، راهي فرنسا قتلت 40,000 في مظاهره نهار في ماي 45 في سطيف، قتلت 40,000 في مظاهره عاديه ابار الناس اللي ماتوا. يعني يزيد قله الحنيه والازدواجيه المعايير. احنا كي نمشيو لروسيا مثلا في كاس عالم نحترموا القوانين نتاع البلاد هذيك. نجم انا في روسيا نلقى علم تاع مثليين جنسيين نقول بنا صيفه هذوما موجودين في معايا في روسيا. تو ولات انتقادات القطر على انه مثليين جنسيين، فما قوانين، عادات وعادات عندنا في الاعلام. يا ولدي ادخل بعلم فلسطين انت في البارك دي برانس، ما قلنا فيها تمنعوا منعا باتا انك تدخل باي علم عنده سوا ديزون دلاله سياسيه. اما في الحكايات نتاعهم هما نظام المصلحه ونظام الابتزاز، هذاك عليه قلت الكلام اللي سمعناه يدخل في خانه قله الاحياء. باهي ما حبوش معناها ما حبوش يستوعبوا اللي كونه دوله قطر كما قلت انت نجموا نتفاهموا في عديد المواقف نتخالفوا في عديد المواقف اخرى. راهو يا معز 220 مليار دولار، راهو كمية انت وقت البطولة العربية معناها شفت الملاعب حس بانه فما حاجة قطر تغيب عليها ثلاثة اشهر وترجع تتبدل 690 معناها 700 مليار دينار تونسي ليكيفالون بريسك 10 مرات ميزانية تونس. تعمل الكوب دي موند برك اخر كوب دي موند في روسيا 11.6 واللي قبلها في البرازيل 15، معناها ميم با واحد على 11 العشر قطر على ملتيبلي بار 11 الشيء اللي تصرف كيما تنجم بار 20 سامحني 20 حاجه ايجابيه كيما تنجم تكون حاجه سلبيه. راه سلبيه ولا ايجابيه نحكي وسط مراكز الاموال هذه الضخمه الكل اللي قادره انها ربما تمنع العالم من المجاعه ومن الفقر تحطهم لي في كاس عالم. كل واحد وجهه النظر نتاعو. ثروه في اوروبا يا سمير يا اخي عند القطريين ثروه في اوروبا. ربما في خاطر برهان تقريبا لخص فما ما قبل حرب اوكرانيا روسيا وما بعده، لانه الناس اللي ماتوا هذوما في قطر ولو انه العدد مبالغ فيه ما نعرفوش من يعني موجودين من الاول موجودين من الاول عشان عند 10 سنين. وينكم انتم يا حاضر هي وملاعب حاضر وينكم انتم يا حقوق الانسان حقوق الانسان؟ ما خرجتوا اصواتكم الا بعد لو خاطر عندهم حق. انا مع اي جي في العالم دخلوا يتكلموا، اما كي تولي دوله كما قال برهان زاد ما نجموش نعديو بانه تموت 37 مش 5000، لكن في كل عام حتى كان بشر واحد حتى كان بشر واحد مثلا لي كونديسيون خايبين ولا بعد ياخذوا في 200 دولار تو نجيو على لي كونديسيون اللي كان 200 دولار و300 دولار سمير. انت موافق عليها من الاول على خاطر متاكدين الغرب اللي النسخه هذه باش تكون احسن نسخه تاع كاس العالم من ناحيه الامكانيات من ناحيه التنظيم من نواحي الكل. اسمعني اسمعني سامحني كمال من الاخر اوروبا ماهيش فاهمه
كصورة العربي اللي خرجت على شيخ عامل عقال في موناكو هابط يقمر في نيس ولا في موناكو في ليزاني 60-70 نحيوا له فلوسه ونبعثوا له 4 نسيات وكذا. هذه صورة ماهوش مستوعب أنها تبدلت وليت عباد قاعدة تبني وتعمل في كاس عالم اللي أنت ما تنجمش تعمله. هذه صورة ماهيش مستوعبها يكذب عليك راهو تطلع وتهبط ديما فما هالنظرة العنصرية الدنيا كمل قص عليك. لا لا كما قلت في نفس السياق اللي كان يحكي فيه برهان كما قلت يعني الغرب مش مستوعب اللي بلاد عربية قادرة باش تنظم كأس العالم.